سامعيني؟ مسموع مسموع، هاي بتحكي لك يشرح الأوامر كلهم. طيب تمام. العاد خلينا نبلش. هسه بالبداية فوق هون بكون عندك اللي هو كل الأوامر اللي بتقدر تستخدمها لحتى ترسم. فبدي يعني بس أبلش أنا أشرح اللي هي الأوامر اللي راح تحتاجوها بالرسم عشان ما نتوسع فيها. في البداية عندي أمر اللاين اللي هو لرسم أي خط عادي، بس وبيفرق عن البولي لاين هو إنه لو أنا عملت خط زي هيك وخط هيك، بس اللاين لو عملتهم هيك فبكونوا جزئين منفصلين، أما هون لو أكبس بكونوا جزء واحد لما أحددهم. فهذا الفرق بين اللاين والبولي لاين. في عندنا أمر السيركل، طبعا يعني هاي الأشياء السهلة، هاي بريديس، بالراديوس اللي أنت بتدخله بدك إياه، واللي بهمكم كمان اللي هو سنتر ودياميتر. والأمر الثالث اللي بهمنا اللي هو إنه لما بدي أجي أرسم اللي هو تانتر راديوس، اللي هي نفسها هي فكرة المماس اللي أنتوا كنتوا ترسموها ما بين مثلا دائرتين وترسموا مماس خارجي أو مماس داخلي أو مماس بين دائرتين بمسهم من الداخل. فلو نفرجيكم مثال هون، لو عندي دائرة هيك 10 مثلا، عندي دائرة هون 20 وبدي أعمل بينهم مماس، فأنا أول إشي راح أختار أمر تانتان رياديوس وراح ألمس أنا بس التانجنت هون. فهسه يمكن أنتوا أخذتوا هون، هاي هي عبارة عن الأوامر اللي بتكون مفعلة لحتى مثلا لما أختار أمر شو يمسك لي. فهون مثلا بيمسك الإند بوينت للخطوط، الميد بوينت، السنتر. ففي شغلة إنه مثلا لما أنا أجي بدي أعمل اللي هو مماس ما بدي إياه يلمس غير تانجنت، فلما أفعل الأمر بكبس شيفت وكليك يمين بالفارة تطلع لي هون اللي هي كل الأوامر اللي كانت موجودة عندي. بس هون أنا بقدر أختار أمر واحد اللي يفعل لي إياه. فمثلا لو كبست تانجنت بشوفه هسه ببطل يلمس أي إشي ما عدا التانجنت. لو عملت هيك بلمس لي التانجنت هون، وبرضه بعمل نفس الإشي هون وما بلمس لي غير التانجنت، وبحكي لي بعدين أدخل له قديش أنا بدي راديوس للمماس. وهو طبعا بكون معك في مثلا لو دخلنا 50 فعمل لي هيك مماس بين دائرتين، بعدين بقدر أعمل له أمر تريم. طيب واضح لهون ولا أنا سريع ولا في إشي بدكم تسألوا عنه؟ بالنسبة بدي أسأل عن الخماسي والسداسي بزوايا، ما فهمتهمش هذول، ممكن؟ تمام، صرح نشرح. فهاي بالنسبة للمماس اللي هو مماس خارجي زي هيك، أو بتقدروا ترسموه داخلي مثلا لو كان هيك هون وهون مثلا فبيلمس من الداخل. حسب أنت وين يعني بتحط المؤشر هون اللي هي على التانجنت بيرسم لك إياها، وبعديها بتعمل ترم. طيب شوف عندنا كمان، وإذا بدي أعمل خط مماس، خط مش منحنى. بدك تعمل خط تمام، مثلا هاي الدائرة وهي الدائرة هون مثلا، بدك تعمل بينهم تانجنت نفس ما حكيت لك. هسه بستخدم اللي هو أمر اللاين، بكبس شيفت وكليك يمين وبختار أنا بدي إنه بس تانجنت من هون. فمثلا شوف بصير يمسك لي بس تانجنت، لو وين ما كبست بصير الخط يمشي معي كمماس، شايف؟ وبعديها بكبس كمان مرة شيفت وكليك يمين وبكبس على تانجنت أساس ما يمسك لي أي إشي ما عدا التانجنت. فشوف قاعد بحدد لي التانجنت حتى لو كبست فبرسم لي إياه هيك مماس. هيك قصدك صح؟ مين كان يحكي؟ مش عارف مين سأل عشان انه هيك صح؟ آية سألت، حكت في رسمي بالميك اب
مش عارف انه صعبة فرسم لهم اياها. تمام. هسه بس انا بدي اشرح بشكل عام، وهسه بس نكمل الاوامر بخليكم تحكوا لي شو بدكم رسمات. هاي وضحت خلص، شكرا. تمام. إيه في عندنا كمان؟ طيب إيه رسم البوليجون. هسه مثلا اول اشي انا بدخل هون اللي هو من عند، في بتكون من عند الريكتانجل، في امر ثاني بكون اللي هو البوليجون، فبختاره. واول اشي بحكي لي اياه انه كم وجه بدنا. احنا عندنا اما خماسي او سداسي، فبختار مثلا لو انا بدي خماسي اختار 5. بعد هيك بحكي لي انه وين السنتر بدك تدخل للبوليجون، فبالاغلب مثلا انه بكون داخل دائره او على حدود الدائره. مثلا لو كان بدون دائره فبحكي لي، حتى لو يعني مثلا لو ما كان في عندي دائره فهو بحكي لي بدك اياه انه انسكريبت ان سيركل، انه بدك اياه داخل الدائره ولا من الخارج على حدودها. مثلا بتختار حسب الرسمه وبلش يرسم لك. هسه هون انا مثلا لو عملته هيك، هذا مثلا الشكل الطبيعي له. هسه سؤالكم مثلا بكون انه لو كان معطيني اياه مائل بزاويه، تمام. هسه وين الفكره بتصير؟ بكون معطيك خط مثلا وميل لك اياه، بيعطيك مثلا بزاوية 30 أو زاوية 45. أول إشي أنا بحدده وباجي بعمل له روتيت اللي هو الأمر، وبحكي لي يعني من وين بدك تلفه للبوليجون. بالأغلب بختار السنتر وبلغي أمر اللي هو الأورتو. ليش؟ عشان أقدر أحركه أنا زي ما بدي. فهو هسه قاعد بحرك لي إياه من وين؟ من السنتر. فمثلا لو أنا بدي أميله بزاوية 45 مثلا، فبدخل له إياها فبلف لي إياها بزاوية 45، هاي مثلا من السنتر. لو كانت مثلا، طيب نعمل تراجع، لو مثلا حكى لي إنه من هون هيك، وحكى لي إنه هذا الجزء اللي هي هاي الزاوية اللي موجودة هون كانت مثلا هون على الزاوية 45 هيك، ماي فبحدده بعمل له روتيت وبختار الزاوية نفسها اللي أنا بدي ألف فيها وبميلها. بنفس الإشي مثلا بختار 45 فبميل للزاوية هيك. يعني هو من هون من هاي الزاوية بيعتمدها، هي اللي بتلف مع اللي هي من الإكس الموجب، بياخد 45 درجة أو من السنتر زي ما أنا عملت. فواضحة هيك ولا مثلا كان في عندكم فيها مشاكل؟ طبعا نفس الاشي بالنسبة للسداسي، بس اللي بيختلف انه بعمله ست اوجه، بختار هيك وبرسم انا شو. واضحة هاي ولا فيها اي اشي؟ هيك وضحت تمام. هاي تمام. طيب نكمل. هاي كان بالنسبة للخماسي أو السداسي. طبعا هو بالأغلب مثلا الرسمات كانت تكون معكم زي هيك، والخماسي أو السداسي يكون كيف مثلا هيك، كنا نختار إنه داخل الدائرة مثلا يجي هيك مع الحواف هيك مثلا. ممكن إذا ميل هي بزاوية، فزي ما حكيت لكم بحدده واختار روتيت والسنتر وميله أنا بأي زاوية بدي إياها بعد ما ألغي الأورثو. بحكي لك حدد لي الزاوية، في مثلا لو 30 فبلف لي إياها بزاوية 30. طيب شو في عندي؟ الإلبس مش مهم كثير. إذا بدي أعمل بين خطين زي كسرة، مش يعني زي الفلت، بس إنه يعني بدي أمر الفلت وأمر الثاني اللي هو الكسرة. تمام. زي الشخطة. هو هسه أنا بدي أمشي عليهم كلهم يعني. طيب هاي بالنسبة هسه الأوامر اللي موجودة هون، إيه واللي حكيت عنها هسه يعني راح أشرحها. في عندنا أمر موف اللي هو موف لما بدي أنقل أي إشي من مكان عادي بحدده، فمثلا زي هذا الخط عندي
لو بدي أحدده من هون بحدده، بعمل له موف وبحكي لي من وين بدك يعني تنقله، فمثلا بحركه وين ما أنا بدي، أو بدخل له المسافة اللي بدي يحرك لي إياها زي هيك. بالنسبة لأمر كوبي نفس الإشي، بنسخ لي وبحكي لي من وين بدك تنسخه وبينسخ. طيب أمر روتيت نفس الفكرة، أنا بحدد الإشي اللي أنا بدي أعمله مثلا، وبكبس أمر روتيت وبحكي لي من وين مثلا بدك تعمله، فمثلا من هون، وبقدر مثلا ألغي هاي إذا كنت بدي إياها بزاوية مش 90. تمام. في عندي أمر ميرور بس مش مهم كثير يعني، بس هو إنه بينسخ، يعني بينسخ الإشي اللي موجود، بيعمل له زي كأنه واقف قدام مراية نفسه بينسخه يمينه أو فوقه. الأمر المهم اللي هو ترم مثلا، زي اللي أنا استخدمته هون لما رسمت بين دائرتين. مثلا أنا عندي خط، عندي خط هيك، كان هذا الخط هون، وبدي أشيل مثلا هذا الإشي الزائد، فبقدر أدخل كيف أنا بستخدم أمر ترم أسهل، لو بدخل على الكيبورد حرفين التي آر وبعديها مرتين إنتر، فهيك بقدر يحذف لي أي جزء موجود بالرسم كامل، أحسن من ما إنه تختاره وتصير تحدد. مثلا بقدر أمحي زي هيك، هاي بالنسبة لأمر الترم، دائما يعني هو بيمحي الزوائد. طيب في عندي هون أمرين اللي هم الفلت والتشامفر، فهو بالعادة أنا بس أكبس هون أنا بختار الفلت، بس لو في سهم جنبها على اليمين لو تكبسوا عليه رح يعطيكوا أمر تشامفر. فشو هذول الأمرين بيعملوا؟ فمثلا لو عندي نفس هون خطين مثلا، هاي 20 20، وكان حكي إنه مثلا هون في كيرف أصلا، وبكون معطيني له راديوس، مثلا هاي بعملها على أمر فلت، بختار فلت وتحت بتطلع عندي هاي الأوامر، شايفين هاللي هون، منها بختار راديوس مثلا حسب ما هو معطيني، ولو قلنا معطيني مثلا 8 بدخل له الراديوس هيك، بعدين بحكي لي اختار شو بدك انت الاشياء اللي تعملهم الفلت، بحدد له اول خط بحدد له الثاني بعمل لي الفلت. لو اجينا هون نحط له دايمنشن نشوف الراديوس 8 بكون، او اما انها تكون تشامفر. بختار الامر، طبعا هون يعني عندكم أكثر من أمر، بس بالأغلب إنه يعني مثلا بكون مسافة، فبيحكي لك إنه مثلا بهاي الجهة إنه مثلا 6 وبهاي الجهة 8. ممكن في إنه مثلا ترسم هيك، أعمل مثلا إنه أعمل 6 وإنه أعمل 8 وأوصلهم برضو بصير، أو إما من أمر تشامفر. فبعمل له هون وبحكي لي الديستنس، فبيحكي لي هون بعد ما اختار انا امر تشامفر وبختار امر ديستنس، فبيحكي لي انه كم المسافة اللي بدك تختصرها مثلا من الخط الاول. مثلا لو حكيت له 6 وحكى لي من الخط الثاني كم راح تكون، مثلا لو حكيت له 8، فبختار هذا الاول بختار هذا الثاني بعمل لي التشامفر. هاي بقدر انا يعني، ممكن هاي بتمر معكم، او بالاغلب انه بيعطيك انه على الزاويه، مثلا لو انا بدي اعمله على الزاويه امر تشامفر بعمل انجل، فمثلا كم الزاويه اللي انا بدي اعمل فيها الكسره هاي، لو كانت مثلا 35 بحكي لي اختار، بحكي لي اختار اول لاين، فمثلا هون لو كان ثواني بس،
مثلا هون اللي هو هذا الأمر اللي هو الأنجل، بختار تشامفر وبحدد أول خط. أنا مثلا بدي أعمل له مثلا هذا الخط وكانت مايلة مثلا هيك بزاوية 35 أو 45 مثلا، فبحدده. وبعدها من الأوامر اللي تحت بختار أنجل، وهو بحكي لي كم أنت بدك أصلا للتشامفر قبل ما أميل بهاي الزاوية. فمثلا لو أنا قلت له 6، بعدين بحكي لي شو الزاوية اللي بدك إياها، فمثلا 35، وبحدد له الخط الثاني وبميل لي إياه بالزاوية هاي لو كانت بزاوية أو كانت مسافات. يعني بالأغلب هاي هي الأوامر اللي معه. طيب الإشي الثاني المهم كثير بتكرر معكم يعني، اللي هو البولر أري والباث أري. هذول الأمرين كثير مهمات. وكيف هذول؟ فمثلا لو أنا عندي دائرة هون لو كانت 20، وبيجي بيعطيني مثلا عليها دوائر صغيرة على كامل هاي الدائرة. خلينا نقول مثلا هون عندنا دائرة 5، وبيحكي لي إنه مثلا عليها 4 دوائر هاي الدائرة، فما في داعي إنه أنا كل شوي أروح أرسم نفس هاي الدائرة. فبروح بختار أمر اللي هو البولر أري، بيجي بيحكي لي شو الأوامر، شو الإشي اللي بدك تعمله البولر أري، فبختار هاي بحددها وبعمل إنتر. وبحكي لي يعني وين المكان اللي بدك اعمل له البولر اري، فبختار سنتر الدائره اللي انا موجوده عندي، بس اختارها بيعمل لي هاي الدوائر. طبعا بغيرها حسب شو، مثلا معطيني بالرسمه 4 5 دوائر، بغيرها من فوق من عند الايتمز. مثلا هون هي مدخله 6، فمثلا لو انا بدي اياها 5 بدخل له 5، لو بدي اياها 4 بدخلها. هو بوزعها يعني توزيع متساوي، يعني مثلا بأنهم 4 بوزعهم على الزاوية مثلا 90، لو 6 على الزاوية مثلا 60 وهيك. وهون مثلا بتقدر تحدد برضو الزاوية بينهم، مثلا لو كان في بينهم زاوية بقدر أغيرها. طيب شو عندي ممكن، هاي يعني أكثر إشي كنت ألاحظه عندكم، إنه مثلا يجيبوا لكم شغلة أو خط أو أي إشي ممكن إنه تعمل له ولا أرلي، ما تضلك تعيد فيه زي رسمة الوردة اللي اجتكم. في عندي أمر برضو مهم اللي هو مثلا لو أنا عندي خط وبدي أعمل له أوفست، أو مثلا عندي أي إشي بيحكي لي إنه بيبعد مسافة عن هذا الخط مسافة 20 مثلا أو 10، بس مش جاي لي مثلا يعني من وين أبلش فيه. فأفضل إشي إني أنا أعمل له أوفست، اختار امر اوفست، وبعدين بيحكي لي كم المسافه اللي انت بدك تعمل لها اوفست. مثلا لو حكيت له 10، بعدين بحدد شو اللي بدي اعمله. فلو اخترت الخط بيعطيني بدي 10 لفوق او لتحت. طيب حسام بيحكي شو بنستفيد من بولي لاين، حكيت لك شو بستفيد من بولي لاين. الفرق بين اللاين والبولي لاين انه البولي لاين لو انا رسمت فيه خطوط بيعتبرها كلها كمجسم واحد ما بيقسمها، اما اللاين لا بيقسم لي كل خط لحال. وين بستفيد منها؟ ممكن مثلا بالاغلب بالاوفست، مثلا لما يكونوا مربعين او دائرتين مثلا داخل بعض زي هيك، مثلا لما يكون عندي مربع داخل مثلا مربع أصغر منه. مثلا لما أنا أعمل أوفست 10 بحدد لي المربع كامل، لو كانت خطوط زي هيك لا راح يعمل لي كل خط لحاله تقريبا. بس يعني هذا الاستخدام الوحيد له. طيب روز شرح لثري دي بالأغلب لبكرة والله راح يكون، فاليوم بدنا نراجع التو دي والسكشن والثري دي لبكرة. طيب شو من الأوامر المهمة؟ طيب هاي الأمر ممكن تستفيدوا منه التكست، اللي هو لو بدكم تكتبوا إشي مثلا طلب ممكن تكتبوا اسم أو إشي على اللوحة، فأفضل إشي ممكن تختاروا الملتي لاين تكست.
بكبس السؤال وبحدد وبكتب أي إشي بدي إياه مثلا زي هيك، ومن هون بتكون موجود أوامره. يعني مثلا لو بدي أكبر الخط بحدده، ممكن إني أكبره مثلا، أعمله بولد، أغير نوعه، أغير لونه، أي إشي من هون راح تكون يعني كلها. الدايمنشن تعرف أتوقع كيف إنكم مثلا هون كيف تحطوا دايمنشن على الرسمة، مثلا لو عندي 50 وعندي هاي الدائرة مثلا، لو عندي هذول الخطين، يعني هاي أغلب الأشياء اللي بتحتاجوا لها دايمنشن. هسه لو أكبس أنا هون فهو راح يعطيني دايمنشن بس بزاوية 90، فمثلا لو أنا بدي أنجل أو بدي مثلا راديوس من هون اللي هو الخيار اللي جنبه، في سهم صغير منه بيطلع لي جميع أوامر اللي هي اللي بتعمل دايمنشن. فلو بدي مثلا الخط فبختار لينير وبحدده، لو بدي مثلا راديوس دائرة راح أختار راديوس مثلا وبحددها بيعطيني راديوس، لو بدي زاوية مثلا راح أختار الأنجلر مثلا هيك، حدد الخطين وبيعطيني الزاوية ما بينهم. طيب مثلا ممكن تواجهك مشكلة بالامتحان إنه أنا عملت دايمنشن مثلا بس إنه طلع صغير أو كبير مثلا بالنسبة للرسم، شو اللي بتسوي؟ تدخل هون هي على الانوتيشن تحت الدايمنشن، تدخل على هاي اللي هو الخيار الثاني، تختارها ستاندرد، دائما حاول انها تكون ستاندرد هيك، فبتطلع يعني مناسبة على الرسم. ولو ما كانت مناسبة، مثلا لو انا كانت عندي رسم صغيرة وكانت مناسبة وجنبها كان في عندي رسم كبير بس لسه الابعاد مثلا كانت مش مناسبة، فممكن اني اختار البعد نفسه او اكثر من دايمنشن اللي انا حاطه، بحددهم زي هيك مثلا، بعمل كليك يمين وبنزل على اشي اللي هو خيار بروبريتيز هون، وبتطلع لي هاي الخيارات. منها هون انا بقدر اتحكم بالدايمنشن اللي عندي، مثلا لو بدي اكبر الخط بنزل لتحت وبنزل على اشي اسمه اللي هو التكست هايت، بدخلها ممكن مثلا ادخلها 5 تكبر عندي، مثلا لو كانت كبير ممكن اصغرها لواحد مثلا. وبتقدر تتحكم هون يعني بكثير اشياء، بتقدر تتحكم مثلا بالسهم نفسه هذا وكم منزل مثلا انا بدي بالفواصل اللي موجوده بالدايمنشن، لونهم مثلا تقدر تغيره. فأي إشي مثلا يعني اللي مناسب مع الرسم أنا بخليه زي ما هو، أي إشي مثلا كان على رسم ثاني مش مناسب بحدده وبعدل عليه من ناحية ارتفاع الخط مثلا، بعدله لحتى يصير مناسب معه. وصلت هاي؟ أو في لهون لحد هون في سؤال مثلا؟ هاي إشارة اللمبة والشمس، شو الاستفادة منها؟ ما في مستوعب انت دائما مسبق علي بعد ما وصلت بس يلا هسه راح اشرحه. اصلا في عندي هون اللي هو الخيار اللاير بروبريتيز، منه هون انا بقدر ادخل انا شو بدي خطوط. فمثلا عندكم مثلا بالمساقط كان في مثلا خطوط هيدن، في اللي هو الخط العادي السوليد، خطوط السنتر مثلا، كل هاي الخطوط انا لازم اعرفها بالبداية واختار لها مثلا لون مناسب، وبعدين مثلا أصير مباشر أختارها من هون. كيف هذا الإشي بعمله؟ بدخل على Layer Properties، تطلع عندي هاي القائمة، منها هون بكون في عندي إشي اسمه New Layer، بس أكبس عليه بدخل لي خط جديد اللي هو هذا اللي دخل عندي هون. منه بقدر أغير اسم، مثلا لو بدي أسميه Hidden مثلا كاختصار، وعلى Line Type بكبس عليه مرتين، هون بيطلع لي أنا شو الخطوط اللي موجودة عندي. فمثلا هون انا ما عندي خطوط فبعمل على لود وبكبس اي مكان مثلا، وبعدين انا اصلا بدي خط هيدن فبكبس على حرف الاتش، تطلع عندي هون الخطوط اللي موجودة بانواعها. مثلا بدي انا خط الهيدن بختاره وبكبس عليه وبكبس اوكي، بتفعل عندي خط الهيدن هون.
بقدر اني برضه هون اغير لونه، مثلا لو بدي اياه بلون احمر او ازرق بقدر اغيره. خط السنتر مثلا انت عندكم برضه بتحتاجوه، ممكن انه نفس الموضوع، بكبس هون كبستين، بعمل لود، بكبس اي مكان وبحط حرف السي، بطلع لي كل اوم موجود بحرف السي. فبختار مثلا السنتر، بكبس عليه وبختار اوكي، وبغير مثلا لونه هيك مثلا. تمام، هسه انا عرفت الخطوط هون، فبصير مثلا خلص مش كل مره لازم اعرف الخط من هون، تنزل عندي تعريف الخطوط. مثلا لو بدي ارسم خط سنتر بختاره وبختار لاين، وبصير يرسم لي خط سنتر. لو بدي هيدن برضو نفس الاشي، انا بحدده طيب في مشكلة برضو ممكن تواجه الطلاب، انه لو انا كان عندي مثلا دائرة مثلا 5، وجيت أنا مثلا بدي أرسم منها خط سنتر، فتطلعوا مثلا خط السنتر شوفوا كأنه مبين سوليد مثلا. ليش؟ لأنه المسافة كثير صغيرة، يعني ما كان مبين فيه فواصل زي الخط هذا لأنه كبير. فشو أنا بعمل؟ بحدده، بعمل كليك يمين وعلى بروباريتيز. دائما زي ما انا حكيت لكم، يعني اي شيء انا بكبس عليه وبختار البروباريتيز بقدر احدد عليه لحاله. يعني مثلا لو دخلت هون على اللاين تايب، هون معطيني انه 1 السكيل اللي راسم فيه، فلو انا اخترته وظغرت هاي السكيل شوفوا كيف بينت حدود السنتر لاين، بصغرها يعني بحيث تناسب الرسم اللي انا راسمه. او خطوط الهيدن مثلا ممكن ما كانت تبين معكم بمساقط صغيره لما تكون ابعادها، فزي هيك انا بحددها بعد ما ارسمها وبغير السكيل اللي مرسومه فيه فبتبين اكثر. هيك صارت تبين، وهذا ما بتعدل، خلص انا اللي محدده هو اللي بتعدل بس. تمام، سالتني عن شو مادة الشمس واللمبة. هسه مثلا مش أنا راسم خط السنتر، شوف لو عملت على اللمبة وعملت تيرن اوف راح يطفي لي الخط. هسه هو بظل مرسوم يعني موجود هو، بس أنا مثلا لما يكون عندي المساقط مثلا وبدي أشوف مثلا إنك راسم المسقط صح بدون خطوط الهدم، مثلا أنا بقدر أطفيها بس هيك وأشوف إنك أنت راسم صح، وبعدين مثلا إني أرجعها فبترجع الخطوط. هي بس هاي الفائدة منها، يعني إذا مثلا كان في خطوط كثير ومخرب وأنا مش عارف مثلا أشوف الرسم مظبوط، مثلا بطفي الخطوط اللي بدي إياها لحتى أقدر أشوف الخطوط الثانية. يعني بالأغلب هاي لما تكون مخططات المشاريع الكبيرة يعني بتلزم أكثر شيء، أنتوا تقريبا ما أتوقع إنها بتلزم. تقريبا هيك يعني أمور التو دي كلها تقريبا صارت واضحة. في سؤال مثلا أو في رسم معين حابين نرسمها حتى تشوفوا مثلا، أو كان إشي صعب عليكم؟ أو واضحة، أو في إشي مش واضح، في إشي عندكم فيه مشكلة؟ المساقط المفروض لا، انا حكولي انه مع داخل معكم 2D وسكشن و3D. تمام، ثواني اشوف الرسم. هو السكشن جزء من البروجكشن، فيعني نفس الاشي. تقريبا يعني هو نفس اللي عنده عن البروجكشن يقدر يرسم السكشن بسهوله. أنا اللي بصير عندي مشكلة بالسكشن والبروجكشن الخطوط، إنه مرة بتكون متقطعة، متى بتكون إنه خط كامل، هاي يعني دائما بخربط فيهم. هسه بالسكشن أنا ما في عندي خطوط هيدن، هاي أول شغل مثلا لازم نعرفها.
بالسكشن ما فيش. خلص خطوط الهيدن يعني بتلتان، فبتصير انه يعني نفس فكره المسقط اللي انا رسمته مثلا للفرونت، بس لازم انه الغي كل شيء هيدن، اشوف وين خط السكشن مر، وبعد هيك لازم اشوف شو المناطق اللي مرت عليها اللي هو مثلا القطع لحتى اهشرها. بس وهذا الفرق بين المساقط والسكشن. طيب هاي الرسمة، بس أي رسم مش واضحة كثير أبعادها، إذا في رسم أوضح حتى مثلا أعملها. بس السكشن داخلنا في امر حابين تعرفوا عنه اكثر، بس يعني تقريبا ممكن مثلا احكي لكم صح هون الدايمنشن كيف تعدلوا عليه، ما حكيت. بعد ما تدخلوا هون من الخيار الثاني تختاروا ستاندر، مثلا في اشي اسمه مانج اللي هو، بس تدخلوا عليه تختاروا موديفاي، هون بصير عندكم تقدروا تتحكموا بكل اشي للدايمنشن. فمثلا هون تقدروا تختاروا كم فاصل انا بدي مثلا تطلع، مثلا فاصلتين، ثلاث، التكست مثلا انه كم ارتفاع الخط اللي ارسم فيه، كبير صغير، حسب مثلا اذا كانت الرسم كبيرة او صغيرة، نوع الخطوط، مثلا في مهندسين بيحكوا لك مثلا ارسمها اوبليك زي هيك مثلا، ما بدي اياهم اسهم. فمثلا لو عدلناهم رسمنا خط، وجيت عملنا دايمنشن مثلا هون، بيعطيني زي هيك، هاي أبنيك، لا هاي لسه أسهم أصلا. شوفوا صار مثلا يعطيني زي هيك، مش اسهم، اللي هي هاي اسمها اللي هي الاوبليك، في مرات مثلا بيطلبوها منكم. شوفوا مثلا هون لاني ان رسمت خط كبير، شوفوا الدايمنشن مثلا كان مش واضح، زي ما حكيت لكم بختاره وباريتيز، ولو عدلت كبرت مثلا عملته 5 بصير صار اوضح، مثلا اكبره اكثر. عفوا التكست هايت، شايفين كيف صار يوضح مثلا معي، عملته 2 بصير أوضح ومناسب أكثر. بس هي في رسمة أوضح للي بعثتيها، بس عشان مثلا نرسمها أو أي في أو في أي حدا ثاني مثلا عنده رسمة حاب إنه نرسمها أو نشوفها، مش أو من الدوسية مثلا إذا بتكون.
في صعوبة بالمساقط، تمام. هسه بس نوصل لموضوع المساقط، راح أشوف المشكلة عشان الامتدادات. بس هي الامتدادات مش يعني إشي رئيسي، يعني هي شغلة بس للتأكيد. عشان انه اعرف مثلا وين الموقع بالضبط للإشي اللي انا بدي ارسمه. بس ممكن فكرة الرسم اللي بعثتها آية مثلا كيف بتكون؟ هي عبارة بداية عن، مبدئيا انا بحاول يعني لما اجي ابلش باي رسمة حتى لو كانت صعبة مثلا، بحاول ارسم يعني اجزائها الرئيسيه. مثلا هون الاجزاء الرئيسيه كانت فيها الدوائر، لو حكينا انه الدائره هاي 10 كانت، واللي اكبر منها 20. طيب هو بيحكي لي انه في بينهم دائره هيدن وعليها الدوائر، فزي ما فرجتك هاي على نفس الامر. ممكن اني ارسم الدائره مثلا 15، هاي الرسمة اللي على الجروب إذا حابين نشوف أنا شو قاعد برسم، وبحولها مثلا لهيدن عشان أميزها. وهسه مثلا الدوائر اللي عليها ما في داعي أنا مثلا إنه أرسمهم كلهم، زي ما حكيت لهم مثلا عندي أسهل دائرة ممكن أعملها إني أمد خط من هون لهون مثلا بوقف الخط، أرسم عليه دائرة لو كانت 2 مثلا، وبشيله للخط. وبعد بختار اللي هو الأمر البولر أري، وبختار الدائرة وبعمل انتر، وبختار السنتر اللي أنا بدي أعمل عليه. وعندي مثلا هون 8 دوائر، فلو اخترت 8 دوائر فبتصير عندي هاي هيك من الداخل. طيب بعدين عندي دائرة أكبر، تقريبا مثلا 60 ممكن تكون، طيب. وعندي اللي هي المسننات هاي من برا، هاي كيف بعملها؟ برسم دائرة، لأن هي أصلا بالأصل هي عبارة عن حدود دائرة. لو حكينا إنها 80، وزي ما عملت بالبولر أري ممكن إني أرسم بس اللي هو جزء من دائرة واحدة. لو نزلت مثلا خط من هون لتحت، عملت دائرة هون تقريبا 8، ممكن إني أشيل الزوائد هاي، فأنا مثلا رسمت جزء منها، وبعدها بحددها وبعملها بولر أجي، بختار السنتر هون مثلا. وبعدين مثلا أنا عندي تقريبا 20 أو 30، مثلا 30 كثير، مثلا عندي 20 مسنن زي هيك. أنا رسمت المسننات هاي كلها، بس بصف على إني أعمل ترمات، خلص المسننات يعني مباشرة بتصير تظهر. ومع الممارسة يعني بتصيروا بالسرعة هاي تقريبا، أو إنكم مثلا تعرفوا شو فكرة الرسم مباشرة، بس إنه يعني بدها شوية تدريب. هاي المسننات الخارجية مثلا للرسم. شو ظل عندي؟ عندي مثلا الدوائر اللي من تحت، كيف ممكن معطيني هو الزاوية مثلا لأول دائرة على اليمين، تقريبا الزاوية ممكن 30 تكون. أنا بروح بعمل خط، وباجي من نفس السنتر بشيل الأورث عشان أرسم خط، وهي شايفين هون على اليمين.
أول إشي بيحكي لي مثلا أنت كم بدك طول الخط، فمثلا بدي أثبت أنا طول الخط بس بدي أختار الزاوية اللي بدي أعمل فيها. فمثلا عندي الطول مثلا 110 خلينا نحكي، وبس أكبس على تاب اللي على الكيبورد بصير يختار لي، شوف هون بصير يعدل لي، بيمسك الطول نفسه وبصير يعدل بالزاوية. مثلا خلينا نختار 30، وحكالي كمان إنه هاي الدائرة موجودة أصلا على دائرة، يمكن تقريبا تكون الدائرة خلينا نحكي 45. فهون أنا عرفت وين التقاطع اللي موجود عليه الدائرة، باجي برسمها لو كانت 4 هيك. وبعد هيك نفس الفكرة، نفس فكرة البولر أري، أنا بختار البولر أري وبختار السنتر، هو بيرسم لي إياهم كلهم. فأنا بحكي له أول إشي أنا بدي بس 8 دوائر، أو هم 7 دوائر، وحسب ما هو معطينهم مثلا هم قراب كثير، فمثلا بعمل فبصير أصغر بالزاوية ما بين هاي الدوائر. فلو عملتها مثلا 10 الدوائر بتصير تقرب، ممكن تكون 15 مثلا. طيب الدوائر موجودة هون، أنا كيف مثلا بقدر أتحكم فيهم؟ هيك زاد العدد، ممكن إنه نجرب حل ثاني إنه نرسمها هون. لو رسمتها هون وعملت بولر أري من هون، قلتهم 7 دوائر والزاوية 15، نرسمه كلهم من جهة واحدة. ليش؟ ثواني بس. طيب
هسه مثلا ما زبطت اول طريق لما عملتها من هون، لانه هو بيعمل لي يعني من السنتر اما لليمين او للشمال بيرسم. فمثلا لما انا عملت هذول ممكن اني اعمل لهم ميرور، الامر اللي انا حكيت عنه بينسخ. مثلا لو عملت ميرور وبيحكي لي شو بدك تعمل له ميرور، فمثلا حددتهم وعملت انتر وبيحكي لي من وين بدك تعملهم يعني، فانا مثلا اخترتهم. بعدين صارت الاشكال معي هيك، بيحكي له وين انه بالضبط بدك اياهم هيك. هاي بالنسبة للدوائر اللي تحت. طيب شو بضل عنا؟ طيب بضل الجزئين اللي هم الموجودين فوق، بقدر بعدين مثلا أمحي هاي الدائرة وأشيل هاي الخطوط الزيادة. طيب الخطوط هاي مثلا هي أصلا عبارة عن دائرتين، فأول دائرة راح تكون، أنا لأني ما أخذت أبعاد دقيقة، لو حكينا إنها هي والثانية هيك مثلا كمان. طيب هو أول إشي بيعطيني معلومة إنه يعني أول إشي إنه الزاوية بين الجزئين هي 30. فشو لازم أعمل؟ برسم خط هيك لهون، بلغي هاي، راح أرسم خط هون مثلا عادي، طوله مش مهم، وزاويته راح تكون اللي هي عبارة عن هون بيعطيني من الإكس الموجب، فلو بدي أشيل 15 بضل عندي 75، ومن الجهة الثانية بعمل نفس الإشي راح تكون 90 زائد 15. فهيك أنا حددت الزاوية. ولحتى أتأكد مثلا ممكن إني أشوف كم الزاوية ما بينهم، الزاوية صح 30. طيب شو الإشي الثاني اللي لازم أعمله؟ بدي أشوف، هو حاكي لي إنه الجزء الواحد أصلا برضه الزاوية كاملة إله 60. أنا بروح برضه برسم من نفس هذا الخط، زاوية اللي عبارة عن 90 و15 و60، اللي هي 90 و75 راح تكون 165، من نتاب 165. ومن الجهة الثانية راح أعمل نفس الشيء. تكون من الجهة الثانية 15. طيب بعد هيك شو راح أسوي؟ هون هو شو معطيني؟ معطيني إنه أصلا عاملينهم فوق، كاتب لك اللي هي 4 ضرب R25، R25 اللي هي بتمثل الفلت، نفس الأمر اللي أنا شرحته هون هاي المنطقة. بيعطيني انه راديوس الفلت مثلا كان 25، فانا شو بروح بعمل؟ بختار امر فلت، وبختار من تحت الراديوس، وبدخل له انه الراديوس عندي كان 25، وبيحكي لي وين اللي بدك الخطوط تعملهم، فبختارها، بختارها تمام. هسه هو مسك كل الدائرة، فأنا لازم أعمل تريمات قبل ما أعمل هذا الشيء، أشيل كل الزوائد.
لحتى يعملهم صح. أخلي الرادس 25. طيب ليش مش قاعد بيمسك؟ لأنه الراديوس بالنسبة للي أنا رسمته كثير كثير كبير. مثلا لو أنا زغرت هون لعشرة فهيك مثلا بتصير، والجزء الثاني راح يكون نفس الإشي، راديوس 10 هيك. اللي تحت حكي لي مثلا إنها كانت 10 أصلا على الرسم الرئيسي، فمثلا هون لو أنا عملتها براديوس 5 راح تصير هيك. هاي كلمة راديوس 5 وهذا الخط هون، فهذا هو الشكل. ونفسه راح أعيده هون، بس الدائرة راحت هاي. أعمل ترم نفس الإشي، راح أدخل الراديوس فاهمين علي أنا شو قاعد بعمل صح؟ مش سريع مثلا أو إشي، هذا ما في إله داعي. وهيك تقريبا الشكل بصير كامل. وضح هيك آية، ولا مثلا كنت سريع أو في جزئية مثلا ما وضحت أو إشي. تقريبا هون يعني كان هاي الرسم حلوة، فيها أكثر من أمر. استخدمنا هون الفيلت، هون استخدمنا البولر أري، وهون برضه مثلا عرفتوا كيف مثلا لو واجهتكم مشكلة إنه قاعد بيرسم الأري بس بجهة واحدة، أنا من النص رسمت بولر أري واخترت زاوية وبعدين عملت لهم ميرور. يعني مثلا نفس الفكرة للمسننات، أنا رسمت واحد وعملت بولر أري، وهون كانت على أوامر الفلت، بس الفكرة إنه أنا كيف أنا رسمت الخطوط، رسمت خطين هون بالزاوية بينهم، بعدين رسمت دوائر، بعدين رسمت الخطوط اللي هي حدود الجزئين. عفواً أي. أعيد المسننات. تسمع. طيب راح أعيدها على دائرة جنبها هون، فلنفترض إنه هاي الدائرة رسمت أنا أصلا هاي المسننات، هي موجودة على حواف دائرة لأن أصلا هو معطيني راديوس إلها. نعم. طيب شو سويت؟ نزلت خط من السنتر، يعني مثلا أنا خلص بحدد، يعني بدي أعمل أنا بس جزء مسنن واحد اللي أقدر أعيده مثلا. فمثلا أنا اخترت اللي تحت، وعاد ممكن تختاروا أي جزء. فنزلت لتحت بخط مستقيم ووصلت لهون، واضحة؟ مثلا ممكن أول إشي مثلا هون تواجهكم مشكلة زي هاي، إنه لما تيجي ترسم الخط من السنتر مش قاعد يعني بيمسك معك وين بالضبط، فعادي انزل فيه شوي وحدده وارجع ارجع فيه للرسمة تمسك بالضبط وين. طيب هسا انا عرفت وين سنتر المسمى اللي بدي ارسمه، وهو بكون معطيني راديوس له. هون مثلا معطيني اتوقع انه الراديوس 20 كان هون مثلا، بس يعني 20 راح تكون كبيرة. فمثلا لو أنا رسمت 15 هيك، أنا عملت جزء المسنن، بس شو إني أعمل الترمات عشان يصير واضح. بعمل تي آر زي ما حكيت لكل حرفين، وبكبس إنتر مرتين، وبشيل الأجزاء الزيادة، وبشيل هذا الخط خلاص. تمام، هسا صار عندي جزء المسنن الموجود هون، بس هسا لازم إني أخليه يعني زي ما هو موجود بالرسمة، أكثر من جزء بحدده، بختار اللي هو البولر اري، وبحكي لي من وين انت بدك تعمل له اللي هو الاري هذا. فمثلا دائما راح اختار سنتر الدائره،
بشوف عمل لي هيك، وبعدها بقدر زي ما حكيت لكم إني أحدد كم جزء أنا بدي. فمثلا عندي هون 20 مسنن، اختار 20، طلعوا قراب مثلا، نخليهم 18 هيك مثلا، وممكن تختار الزاوية بينهم زي ما حكيت لكم. بعد هيك خلص صارت موجودة عندي، لازم بس أعمل الترم. لما أشيل هاي الزوائد بتصير تبين المسننات. إيه بس هاي بالنسبة للمسننات، غيرها في إشي مش واضح أو هاي واضحة هيك أمورها تمام؟ محمد برا جزئين الصغار هذاك اذا عملت لين تان تان ريدي صعد بزبطن صح؟ هون اه إيه شوف، امر التان تان ريدي هو عباره عن مماس، انا عشان هيك هون انا عملت فيلت. الفيلت هو عباره عن يعني انه عمل زي يعني زي ربع دائره مثلا، هي هيك بتمثل براديوس أيوة. معين. بس التان تان ريدي هو لا، بالاغلب يستخدم كمماس. ايوه تمام شوف. مماس بين خط ودائره او مثلا دائرتين، الفت أفضل تستخدمها. إن شاء الله. هاي تقريبا يعني جمعت أغلب الأمور. ممكن لو بدي أحط دايمنشن مثلا، أختار مثلا الراديوس، يصير مثلا أحط دايمنشن هون لهاي الدائرة ولهاي مثلا. بس شوفوا مثلا طلع عندي لأنه الرسم كبير، طلعت عندي الدايمنشن مثلا كثير صغيرة مش مبينة. قلت لكم عادي مثلا بحط كل الدايمنشن وبحددهم آخر إشي، بعمل على بروبريتيز وبكبر الخط، بنزل على التكست مثلا بعمله 1 تصير تبين أكثر، أو مثلا 1.5 بتصير واضحة. وبس إذا بدكم إشي من الدوسية أو رسمة ثانية ممكن إنه نرسمها كمان. إذا هيك صار واضح بالنسبة لكم الـ 2D، هسه بنقدر ننتقل للسكشن. بس أول إشي بدي أصلي، وإن شاء الله هسه بنرجع نكمل. راح أوقف الريكورد، بس نوقف 10 دقايق وبنرجع نكمل إن شاء الله. وخليكم موجودين، يعني مش راح أسكر الزوم. في إشي أو إذا بدكم إشي ابعثوه على الجروب برضه عشان نشوفه. طيب لعاد خلينا ندخل بموضوع السكشن. طيب قبل ما ندخل بالسكشن، في حدا فيكم عنده مشكلة بالمساقط نفسها؟ لأنه هو السكشن تقريبا بيعتمد على المساقط. يعني كيف أنت تتخيل المساقط، هي نفس فكرة السكشن، بس بصف إنه تشوف شو الأشياء اللي بدها تتهشر وشو الأشياء اللي بدها تصير سوليد مش هيدن، يعني بتصير واضحة عليك. تمام يا راوي. شو اللي أعيده على السريع بس يا نشأت، وهسه برجع بشرح المساقط. المساقط تمام.
طيب هس أنا هون مش راح أقدر أوصل الفكرة بشكل كامل، بس تقريبا يعني بدي أفرجيكم رسمة ومنها إن شاء الله إنكم يعني بتفهموا شو فكرة المسقط. طيب شايفين الشكل عندي؟ في مثلا لو بدك تفتح الدوسي مثلا ممكن بيعطيك شكل زي هذا مع أبعاد مثلا، هذا يعني الشكل تقريبا بسيط، وبيجي بيحكي لك تمام. بيجي بيحكي لك إنه مثلا بدي، فلو فرضنا إنه إجي حكى لي إنه من هون الفرونت، وحكى لي إنه هون في عندي أنا ليفت، ومن هون التوب مثلا تمام. طيب شو الفكرة بالمسقط؟ شو إنه أنا أوقف قدام جهة وأنسى، يعني مبدئيا أنسى إنه في أي جهة ثانية موجودة بالرسم. كيف يعني؟ مثلا جيت أنا بدي أرسم الفرونت هون مثلا، الفكرة هي بتكون هيك بالضبط، إنه أنا قاعد بشوف الشكل هيك. عشان أجيب لكم إياها بالضبط، شايفين كيف؟ هيك أنا قاعد بتفرج عليه، يعني أنا واقف وبتفرج على الشكل من هون. فشو بصير عندي الشكل؟ عبارة عن شو هون؟ بكل مسقط هون، هي مش راح تزبط، بس بدي أفرجيكم على ورق كيف راح يكون، وراح أفرجيكم كيف راح نرسمهم هون مثلا مسافر. أنا موجود عندي الصورة هسه، راح أبعثها على الجروب عشان أفرجيكم بالضبط شو المسقط اللي راح يطلع معنا. طيب هين أنا بعثت اللي هو صورة الحل تبع على الجروب، فشايفين اللي هو مثلا الفرونت اللي أنا اعتبرته اللي هو الرايت اللي موجود على الرسم، أنا اعتبرته الفرونت مثلا. شايفين كيف صار لما أنا قاعد بتطلع من هون؟ شفت في عندي هذا المستطيل اللي موجود هون على اليمين، وعندي مستطيل هون موجود على الشمال راح أرسم، عندي هون مستطيل برضه، وتحت هون في مستطيل، وهاي اصلا برضه راح تبين معي مستطيل، لانه شوف انا هي واقف ومش شايف غير هيك، وهاي الاسطوانه اللي اصلا مجوفه من هون انا اصلا شايفها مستطيل. شفتوا كيف؟ هاي مثلا موضوع المسقط، شوفوا كيف صار سهل لما انا خيلت انه انا وين قاعد بتفرج بالضبط. هاي بالنسبه للخطوط السوليد، يعني خلينا ننسى الهيدن شوي. فلما بدي اجي ابلش بمسقط باجي باخذ حدوده وشو الاشياء اللي انا قاعد بشوفها، بغض النظر عن الهيدن والاشياء اللي مش مبينه. بس هون الفكره لما يحكي لك انه انت وقف قدام الشكل وتطلع على المسقط، طبعا يعني بضل مع ابعاده، مثلا هون كانت 20 وهون 40 مثلا هون 20، بيعطيك يعني كل الابعاد اللي بتقدر ترسم فيها. طيب رسمت انا هذا الاشي وخلصت منه، فبدي اكمل مثلا على الهيدن. طيب الهيدن ما راح يبين معي من هون، يبين معي لما يكون الشكل هيك. يعني أنا رسمت هذا الجزء والجزء الأسطوانة اللي هي مستطيل والجزء هذا، ونزلت رسمت هاي الأجزاء، وهاي الأجزاء ما برسمها، يعني راح يكون فيها هذا الخط شايفينه هذا هيك، راح يكون هذا الخط موجود. ليش؟ شو معنى كل خط سوليد بالمسقط؟ معناه إنه في فرق بالإليفيشن ما بينه وبين الجزء اللي وراه. يعني مثلا لو كانت هاي كلها على مستوى واحد ما في داعي لوجود هذا الخط أصلا. فهاي معنى أي خط سوليد إنه لازم أعرف لما أقرأ المسقط مثلا هسه معكم بالفاينل وأحوله ل3D إنه في فرق بالارتفاع، إنهم مش على نفس المستوى الجايات. بس شوفوا لو بدي أرسم هذا المسقط هذا كله على ارتفاع واحد، فما راح يكون فيه أي خط سوليد
غير حدوده. تمام، واصل لحد هون. وضحت شوي اكثر ولا لا مثلا؟ او انتوا هذا الاشي اصلا عارفينه؟ يا جماعة احكوا لا تستحوش، بزبطش تضلكوا ساكتين. ولا حدا حاب يحكي؟ طيب، مشكلة. تمام، أنا بدي أوصل، بس أنا كفكرة يعني إنه الفكرة المسقط كله رسمت أنا هاي الأجزاء، بعدين بدي أشوف بالمساقط الثانية شو الأشياء اللي وأنا واقف من هون، لما أنا كنت واقف هون مش قاعد بشوفها، فأكيد ما راح تبين معي وأنا هون، فعشان هيك هم بيعطوك الشكل مايل بزاوية عشان تبين مع كل المساقط. فهون أنا مثلا عندي الأجزاء الهيدن يعني قليل، اللي هي مثلا عبارة عن الكيرف هذا، لو تشوفوا بالصورة شوفوا كيف أنا بينته. هاي فكرة جديدة وما كانش موجود بالدوسي، إنه الهيدن كيرف كان جاي. أنا كيف بدي يعني لما بدي أجي أرسم بدي أفهم اللي قاعد بقرأ المسقط أو اللي بدي حول 3D إنه في إشي خلف هذا المسقط، فرسمت له خط هيدن اللي هو للكيرف هذا اللي موجود هون هيك. هذا الخط راح يبين معي من الأسطوانة لهون هيك، يكون لازم زي ما هو موجود بالمسقط. طيب مثلا إذا هذا لسه ما كان واضح، لو بلشنا بالليفت مثلا هون، شوفوا كيف أنا قاعد بطلع من هون، هاي معنى مسقط، إنه أنا بستثني كل الرسمة وقاعد بشوف من هون. شايفين كيف صار؟ بس أنا لفيت الجسم صح؟ صار مسقط هيك. فلما بدي أجي أنا أرسم حدود برسم هون هيك خط، هيك هيك لهون، هاي اللي هي أول جزء، رسمت هذا الجزء اللي هون. بعدين عندي هاي طالعة عن الرسمة هيك، اللي هي بشكل تقريبا مائل، برسمها. وبعدين بظل عندي اللي هي اللي كان اصلا هو كيرف، بس لما اجي انا اطلع عليه من هون شوفوا كيف بصير، بصير عباره عن مستطيل بالنسبه للمسقط اللي انا قاعد بطلع عليه، اما هو بالاصل عباره عن كيرف بس انا معي ببين مستطيل. هون الفكره بالمسقط، انه انت تقدر تتخيل. وليش انا ما رسم، وليش انا رسمت في بينهم حدود؟ لانه في فرق بالارتفاع زي ما حكيت، واللي هو الجزء هذا هون. ليش هم ليش لما اعطوا المساقط ليش رسموه لحدوده لحال، يعني ما رسموه متصل مع هذا الجزء؟ لانه اصلا في فرق هون. شايفين لو انه كان اصلا مبلش من هون هيك ما كان في داعي للخط اللي موجود هون، يعني ما كان في داعي أرسمه بالمسقط مثلا. طيب رسمت أجزاء السوليد في لهذا المسقط، بضل عندي أجزاء الهيدن مثلا هون، الهيدن الوحيد الموجود بالمسقط هي الأسطوانة، فكيف بدي أعبر عنها؟ من الخط اللي من هون راح أمشي الراديوس تبع الأسطوانة، راح أنزل حسب ما هي نازلة، هي ماشية لهون مثلا، راح هيك أسكره كله، راح تكون خطوط هيدن هاي، بعبر عنها هاي للأسطوانة. واضح تمام لحد هسه؟ ولا مثلا هاي سهلة شايفينها؟ واضح. تمام. طيب هسه بالنسبة للتوب، مثلا أنا اعتبرت إنه عندي، أنا قاعد أطلع من هون، فلو بدي أرسمه شوفوا كيف من الفرونت، هذا الإشي اللي راح يبين معي، هذه
هاي معنى انه انا اتخيل المسقط زي كانك شوفه كيف انت واقف من فوق قاعد تتفرج عليه، فشو راح يبين معي الجزء هذا هيك مع الدائرة هاي، وهاي الجزء الكيف راح يبين مستطيل هيك، وهاي الجزء من هون، وهذا الجزء اصلا طالع عن الرسمه، وهون راح يبين برضه هذا مستطيل مع انه ما البس من فوق مبين علي مستطيل وما فيها خطوط هيدنها. هذا المسقط ما فيه اي خطوط هيدن. هاي تقريبا يعني شرح لانه كيف انا بدي اقدر استنتج المسقط من الرسم يعني، وهاي تقريبا رسمه حسيتها كويسه وسهله يعني، ان شاء الله انها تكون وضحت المسقط شوي. في بالدوسي انتم شفتوا مثلا الرسمه صعبه، شفتوا انه مساقطها مش قادرين تتخيلوها او مش عارف، او مثلا الهيدن فيها مش واضح. شوي افرجيكم رسمات ثانية مثلا. طيب يا جماعة مثلا هاي من رسمات الدوسية برضه، طيب احكولي هيك أوضح ولا لسه مش واضحة مثلا، أو وين المشكلة بالضبط قبل ما نكمل؟ احكوا، لازم ما تضلكوا ساكتين يعني، لأنه يعني بزبطش تضلوا يعني بس تتفرجوا علي هيك، ما أتوقع أن تستفيدوا كثير. هيك وصلت أو يعني مثلا فكرة التخيل كيف صارت؟ بالنسبة لي تمام. تمام. مالك طيب الباقي نشأت آية راوية واضح هيك اللي سألوا برضه عن المساقط. طيب هاي كمان مثلا من الأمثلة اللي بالدوسية. تمام طيب خلينا نكمل برضه كويس إنه تشوفوهم هذا. هون نفس الفكرة، فمثلا لو حكى لك انه رسم لي فرونت ورايت وتوب رسم مسقط. تمام هسه راح ارسم لكم مسقط. اكيد راح افرجيك كيف ترسمه، بس انا قصدي الفكرة انه اول شيء لازم تعرف اصلا يعني كيف تتخيلهم صح، بعد هيك الرسم يعني بصير تطبيق، عبارة اصلا يعني هو المسقط كله لاين، عبارة عن لاينز، لاين عادية أو دوائر وخطوط هيدن يعني بس. طيب فمثلا لو حكالي إنه هون مثلا الفرونت برضه نفس الفكرة، راح ألف الشكل هيك، راح أصير أشوفه من هون هيك،
طيب مثلا لو بدي اتخيل هون الفرونت، شو راح اشوف عندي مثلا بالبدايه؟ راح اشوف دائره هون، راح اشوف برضه الدائره اللي جوا التجويف هاي، الخطوط اللي موصله هون، راح اشوف عندي هذا الخط الواصل هون مثلا، وحدود الدائره اللي طالعه منه برضه، وراح اشوف هاي اللي هي الحفة اللي مثلا لها السمك 10 15، وارتفاع الدائرة برضه لأنها طالعة عن السمك. هاي بالنسبة لشو؟ للأجزاء الرئيسية اللي راح تبين معي مثلا من الفرونت. طيب شو بظل عندي؟ بدي أشوف الهيدن. شو في عندي أنا إشي هيدن مثلا؟ لو كانت الرسمة هيك أعطوني إياها، عندي هاي الدائرة مش مبينة عندي بالمسط لما أطلع منها زي هيك، فهاي هي اللي برسم منها مثلا خطوط هيدن هون حسب الراديوس تبعها أو الدياميتر. برضه عندي هاي الدائرة اللي هي الموجودة هون، هاي مثلا أنا قاعد بطلع من هون مش مبينة، هذا معنى إنه هيدن. لما بدي أخلي حدا يقرأ أو يحول الشكل لـ 3D لازم يعرف إنه في تجويف أو في إشي هون، وأنا كيف بعبر عنه لما أحكي له إنه أنا مش شايفه بهذا المصدر؟ عبارة عن خطوط هيدن، الدياميتر هاي الدائرة وبنزل فيهم لتحت. لو بدنا نشوف الرايت مثلا هيك راح يكون، فأنا عندي مثلا هاي الدائرة شو صارت مثلا هون؟ مستطيل، شايفين كيف؟ عشان هيك احنا بنعبر عنها مثلا دائرة بتصير مستطيل بالمسقط. عندي هذا المستطيل، عندي الخط نازل، عندي هاي الحفة كاملة، وراح أرسم لها حدود. ليش؟ لأنه في فرق، أي شايفين؟ في فرق بينها وبين هاي الخطوط بالإليفيشن، إنه هاي مايلة. عندي هاي الدائرة، عندي الدائرة اللي جواتها، وهون خط وهون خط مثلا هيك. هون راح أخلص هذا الجزء، هاي راح تكون عبارة عن مستطيل، وعندي هاي هون في ارتفاع صغير للدائرة برضه راح يكون مستطيل، والهيدن راح يكون هون شو؟ اللي هو التجويف الدائرة حسب الدياميتر. وعندي برضه هون بهذا الجزء بإني هيك لو كنت شايفه، عندي هون تجويف، هذا المسقط ما راح يبين، فبرضه راح أرسمه هيدن هون، خطين هيدن حسب دياميتر الدائرة. طيب لما أجي أرسم المسقط مثلا هون، في فكرة في هون مثلا هيك برجيكم اياها، الخطوط عامله مماس مع الدائره هون، من هون الخط طالع لهون وعامل مماس مع الدائره، بس انا بال مثلا بالمساق انا مش عارف هذا المماس لوين بالضبط، يعني داخل بالدائره. فهون شو الفكره فيه؟ لما انت ما راح يبين معك، وهون انا بستفيد من الاسقاطات. لما اجي اعمل اسقاط من التوب، لو أنا شفت التوب مثلا من هون، هيك شايفين هذا اللي راح يبين بالتوب، هذا المسقط. فلما أرسمه وأعمل تاندنت بين الخط هذا والدائرة وبعمل له إسقاط على الفرونت، ببين معي هذا الخط لوين بالضبط داخل بالدائرة. أما بدون إنه ما أعمل إسقاط مثلا ما بقدر أعرف كم بالضبط هو داخل. يعني هاي الفكرة تقريبا بالمسقط، إنها كويسة هون استفدت أنا من الإسقاطات. باقي الأشياء تقريبا مش لازم إنه تعمل لها إسقاط، لأن أصلا الأبعاد بتكون معك، فممكن إنه مباشرة ترسم بالأبعاد الموجودة. طيب واضحة هيك أمور المساقط صارت أكثر ممكن؟ عشان انه كنت ارسم لكم رسمه بدكم اياها، عشان افرجيكم بعديها كيف ببين السكشن. واضح يا جماعه؟ تمام.
شو في رسمة شفته مثلا مساقطها صعبة عشان عمل الكوست مساقط إلها، ممكن نرسم لها سكشن وتبعثوا إشي، ولا مثلا أختار أنا أي رسمة. اختار واحدة من عندك إذا فيه. هاي شفتوها سهلة مثلا، ولا نرسم لها ساقطها مثلا؟ تمام. أصعب ثمان، لا أشوف أصعب بس ساقط اللي فيها دوائر. تمام. اللي هي هاي الرسم صح؟ أرسم لكم الساقط هاي. طيب نرسم مساقط هاي. إذا بدكم إشي ثاني أو في لسه إشي مش واضح هسه بنشوف. طيب هاي الشكل، وإذا بدكم مثلا افتحوا على الدوسية عشان نشوفوا كيف راح أرسم أنا بالأبعاد. بس ثواني. هسه احسن اشي عشان لما تبلشوا ترسموا بالمساقط استخدموا الكونستراكشن لاين، يمكن حكوا لكم عنه اكيد. هون بكون موجود من الدرو، بس اكبس السهم لتحت في خيار اسمه كونستراكشن لاين. هو هذا بيعطيني انه خط على طول صفحة الاوتوكاد كاملة. بعمل خطين هيك متعمدات، بعمل لهم اوفست عشان ابلش رسم. مثلا وعملت لهم 10. بعمل لهم هيك، وهاي الزوايا الأربعة اللي راح أبلش منها رسم. راح يكون عندي أنا فرونت وليفت وتوب. خط 45 تقريبا راح يكون هيك. طيب بما انه يعني صارت واضحة هسه خلينا نبلش بالفرونت مثلا. شو ابعاد الفرونت عندي هسه؟ هو معطيني مثلا في طريقة اللي علموكم اياها، يمكن انه ترسم باوندر اريا، ممكن تكون مفيدة يعني عشان ما تطلع عن الحدود، بس انا مثلا برسم بدونها. ممكن انكم ترسموا فيها يعني، ممكن تعملوا مربع هيك يحدد اللي هو جوانب الرسمة كاملة. طيب هسه هو معطيني انه من الجزء اليمين للرسمة، من الجزء اليمين للرسمة لحد السنتر اللي على الشمال معطيني انه 145. انا راح اضيف عليها كمان اللي هو راديوس الدائرة الصغيرة هاي اللي تحت اللي هو 20. هيك بتكون باوندري اريا كاملة. مثلا لو بدنا نرسم هيك على طريقة الباوندري اريا، راح أبلش أرسم 145 و20 165. راح أنزل لتحت بدي أشوف هسه ارتفاع الرسم كامل. هو معطيني إنه الحفة الصغيرة اللي من تحت 16، الارتفاع اللي بعدها 90، وبدي أضيف عليه أنا أعلى ارتفاع اللي هو بدي أضيف عليه كمان راديوس الدائرة الكبير اللي هو 30. 120 146 راح تكون هاي حدود رسمتنا. تمام.
طيب هسه منها حكينا أول إشي اللي هو الجزء الدائرة اللي فوق على اليمين، راح تبين أنا عندي مستطيل لما أطلع من فوق مش هيك، راح أجي أرسم هون، أكيد إنه هي عرضها 25. وبدي أنزل أنا أنزل للراديوس 30، شوي بس أنزلهم من هون، رح أنزل 60 اللي هو الديميتر للدائرة، راح أروح لهم. هو أصلا معطيني إنه الدائرة اللي طالعة لبرا عن الرسمة بمقدار 9، لأنه هي أصلا عرض الحافة 16 وهي من فوق 25، فراح أرسم هيك 9. السنتر عندي هون مبدئيا هذا هو الجزء اللي راح يكون طالع من الرسم على اليمين. بعدها شو بدي أرسم على بعد 25 من هون، راح أضل نازل فيه لآخر إشي، راح أنزل فيها من هون. هيك صار عندي هون هذا الجزء اللي هو بيمثل لي 16، وهذا الجزء اللي بيمثل لي اللي هو الجزء اللي طالع من الدائرة برا الرسم هون. طيب لو كملنا، في عندي أنا اللي هسه على اليسار عندي الدائرة اللي هي عبارة برضو عن بشوفها عن مستطيل، ارتفاعها 21 والديميتر تبعها 40، راح أطلع 21، راح أمشي لهون 40. لو سكرناها هيك، حكيت لكم أنا مش عارف المماس وين بالضبط أو كم داخل هون بالدائرة، فراح أتركه مثلا هسه، راح أطلع 16، راح أرسم الحفة اللي من تحت لهون. واضح أنا شو قاعد برسم؟ إذا سريع احكوا لي، بس أتوقع إنه أموره تمام. يعني دائما قلت لكم أول شيء خلينا نركز على الأشياء السوليد، وآخر إشي بنشوف شو الهيدن اللي موجود عندنا. طيب إذا واضح راح نكمل. هسه بضل عندي أنا جزء المثلث هون مش موجود، اللي بالنص موجود في دائرة، فحكي لي البعد إنه من هون لفوق 65، وهسه أنا كيف مثلا بدي أعرف مركز الدائرة هاي نفسها؟ فهو معطيني البعد، معطيني إنه 75 اللي فوق لو شلت أنا منها 25 راح تعطيني كم من البداية من هون لعند سنتر الدائرة، راح تكون عبارة عن 40، إيه 50 عفوا. وبدي أنزل لتحت اللي هي بسنتر الدائرة، سنتر الدائرة اللي هو 20، بعدين برسم الدوائر اللي عندي هون، عندي دائرة 20، عندي دائرة الراديوس 8، تمام. بعد ما رسمت هذا الإشي هسه هون الخط جاي خط مماس، فزي ما علمتكم بختار لاين، بختار النقطة اللي أصلا ثابتة، وبشيل الأورط عشان أرسم، وشيفت وكليك يمين عشان أقدر أنا أختار شو المكان اللي بدي يمسك لي إياه الخط. فأنا بدي مثلا يمسك لي تانجنت هون، فلما أختار تانجنت شوفوا بطل يحدد أي إشي ما عدا التانجنت،
فلو يعني كبست بأي مكان راح يرجع للتانجنت. طيب هاي بالنسبة للجزء السوليد من الرسمة. لهون في إشي مش واضح، كيف استنتجنا المسقط؟ صورة الرسم ثواني أبعث. إني بعثت الصورة على الجروب عشان إذا في حدا مش موجود عندي. احكوا لي تمام لهون. طيب لعن نكمل. زي ما حكينا، شوفي عندي أنا مثلا هون هدم، عندي جزئين اللي هم من الدائرة، الدائرة اللي فوق على اليمين والدائرة اللي تحت على اليسار. طيب لو إجينا بنرسم هون الجزء الهدم، زي ما حكيت لكم راح نكون إحنا معرفين أصلا الخط هون. لو نرجع نعرفه مرة ثانية، نغير لونه، نغير النوع. طيب بختار عشان أرسم فيه. عندي هون الدائرة قطرها 18، فيعني الراديوس 9، فبوقف على الميد بوينت للخط هذا وراح أرسم 9. راح أنزل لتحت اللي هي خطوط الهدم، ممكن إنه أعمل له أوفست بمقدار 18 للخط اللي رسمته، أو إنه بعمل نفس الخطوة، بمشي من هون 9 وبنزل خط الهدم. هيك أنا رسمت الهيدن اللي موجود هون مثلا، واضح لهون تمام. طيب بضل عندي الهيدن اللي موجود هون، كيف راح أرسمه؟ بنفس الطريقة. أنا عندي هون المنصف ومعطين إنه الراديوس 15، فراح أطلع 15 أعمل هيك. بس بما إنه هي الفراغ جاي على كامل الدائرة، راح أعمل له هذا، راح أعمل له أوفست 30 بمقدار الدايمتر. بعد هيك بقدر أشيل الباوندري أريا زي هاي هيك. الخط أصلاً ممتاز. هيك أجزاء الرسمة تحت، بس هاي مش لفوق أصلا، هي حدودها لهون، بس أنا منسيت أرجعها. هي هيك عشان أنا بس أبين هون الجزء اللي كان زايد من فوق، هي أصلا جاية كاملة، يعني عبارة عن دائرة كاملة، بس هو هذا الجزء كان اللي طالع من جهة اليمين. لهون الأمور تمام واضحة، وواضح كيف إحنا حددنا الهدم. الخط هون برضو هون فيه مشكلة، نفس الاشي انا وقفته لهون، بس هو فعليا ما بوقف لهون، لانه الخط لو تشوفه على الرسمة جاي تانجنت، فكيف بدي اعرف لوين راح يوقف بالضبط؟ ما راح اعرف الا من مسقط الليفت، لما حتى اعمل تانجنت بعمل له اسقاط وببين عندي وين راح يوقف هون بالضبط. نفس فكرة الخط هذا، أنا حكيت لكم إنه هو أصلاً داخل للرسمة، يعني مش موقف لهون، بس ما راح أعرف إلا لما أرسم التوب، راح يبين معي وين بالضبط التانجنت توقف، بنزل منه إسقاط وبمشي بالخط. طيب لو رسمنا مثلاً هسه التوب، إذا سريع أو مثلا في إشي مش فاهمين وقفوني أو احكوا لي.
أنا عندي لو بدي أعمل boundary area عندي 54 ماشي. عشرين راح تكون هاي الباوندر اريا عندي للتوب. تمام، شو راح أشوف عندي؟ راح أشوف عندي مستطيل اللي هو بيمثل لي الدائرة اللي من فوق على اليمين، اللي هو العرض إله 25، والطول راح يكون هو بمقدار الدياميتر، الراديوس 30 يعني 60، راح يكون 30 هيك 25. طيب هاي بالنسبة للجزء اللي فوق. آخر إشي هون على امتداد من المنتصف، راح يكون في عندي سنتر على بعد 20، راح أرسم الدائرتين الموجودات على اليسار، لبس 20 وتسعة. طيب راح نبعد من هون 9، بس مثلا هون في شغل، مثلا لو ما بدي أرسم، يعني مثلا هسه أنا بدي أرسم بعد 9 من هون وبعدين أطلع فيه لفوق، ما في داعي إني أرسم خط مثلا، فبمسك هون وبمشي بالفار بدون ما أكبس على ولا إشي. هيك شايفين هذا الخط اللي بين معي هيك، خط أخضر خفيف، هذا بيعطيني المسافة اللي أنا بدي أبعدها لحد ما يبلش لي بالرسم. فمثلا لو اخترت 9 راح يبلش رسم على بعد 9. هون بدي أرسم أو بيعمل لي زي امتداد هيك، وبدي أعرف امتداد إيش. هيك بقدر أشيل هاي الأشياء عشان تبين الرسمة. طيب شو في عندي كمان هون؟ الإشي اللي أنا كنت بحكي فيه، لما بدي أجي أرسم لاين من هون لحد ما أوصل لعند هاي الدائرة عشان أرسم الحفة من تحت، بكبس شيفت وكليك يمين زي ما حكيت وتانجنت، بمسك التانجنت هون من هو من هذا الخط اللي أنا رسمته في إسقاط، بنزل خط من هون، خط بشكل مستقيم لهون، يحكي لي بالضبط لوين التانجنت داخل بالرسم. شايفين كيف؟ هاي بالضبط هاي، بعدها بقدر أحط هيك، أنا عرفت بالضبط كم الخط داخل بالرسم. تمام، ومن فوق راح أعمل نفس الإشي. واضحة هذا الإشي اللي أنا حكيت عنه، كيف بعرف لوين واصل الخط؟
طيب بعمل هون خط للسنتر، راح أعمل له أوفست مقدار 6 هي 12. راح أشيل الأجزاء هاي. تمام، هيك أنا رسمت الخط اللي واصل بين القطعتين بالنص. أشيل هاي. ضل شو عندي؟ بدي أرسم الدائرة اللي موجودة فيه. طيب الدائرة هو معطيني إنه الدياميتر إلها 40 وعرضها راح يكون 24 وعلى بعد 50 من هون. لو أنا مشيت 50 راح يكون هذا الريدوس. من راح أبدأ 20 من كل جهة. وأنا لسه ما بلشت بالهيدن، يعني زي ما حكيت لكم بلش بالأجزاء الرئيسية أول شيء. شيل هاي. راح أزيد على الخط من هون 6. أرسم خط 6 هون. طيب لو بدي أعرف برضو هاي الخطوط بالضبط لوين داخلي فيه، يعني هسه مثلاً أنا المفروض أشيل هيك، بس هي الخطوط أصلاً مش واقفة هون، يعني هي أصلاً جاية تانجنت، كيف أنا بدي أعرف لوين هاي الخطوط واصلة بالضبط؟ مثلاً هون خط التانجنت طبعاً عملت له امتداد. هيك بعمل برضو امتداد لخط التانجنت من هون. بمد الخطوط للحد اللي واصل عنده. بعدين بحذف الخطوط هيك، راح أشيل هاي الأجزاء. هي بتصير إنه بس الحدود الخارجية هي اللي مبينة. طيب هسه ظل عندي أضيف الأجزاء الهيدن. شايفين أنا كيف يعني مشيت بالخطوات لحتى أقدر أرسم المسقط. طيب هسه هون في عندي فراغ اللي هي الدائرة، فبختار الهيدن. يعني شوف الموضوع الهيدن صار سهل، من المنتصف بالراديوس تبعها اللي هو 16 فراح أروح لهون 8، وهي على كامل الرسمة أصلا. يعني اخترق الدائرة كاملة، بقدر أعمل له أوفست 16. هيك أنا حكيت له إنه هون في أصلاً فراغ داخل هاي الدائرة، وفي عندي أصلاً برضه فراغ هون برضه من المنتصف.
نقول 15 نعمل اف 6 ليه؟ عندما انت ارسم خط اعمله اوفست بمقدار الدايمتر اسهل، فهيك راح تكون هات بس خط التوب بس بس هون كمان بالأغلب راح يكون في خط هيدن هون لحتى يعبر عن الجزء اللي مش مبين من الدائرة، هي عبارة عن تكملة الدائرة. لو نرجع هون هي بتعبر عن هذا الجزء هون، هون هو مش مبين علي فراح أرسمه إنه هيدا. طيب بضل عندي التانجنت هون، هسه هاي الخطوط مش واقفة هون بالضبط لأنه هي أصلا عبارة عن تانجنت. لو تشوفها على الرسمة من الخلف فما راح أعرف أصلا كم هي داخلة غير من مسقط اللفت لما أعمل له إسقاط. طيب لهون الأمور تمام واضحة؟ في أي سؤال؟ في أي إشي؟ يعني هاي الفكرة فيها حلوة إنه تاني لازم أعرف لوين الخط لازم يوديه. تقريبا باقي من سقط الدوسية نفس الأفكار يعني. تمام. طيب بضل نرسم اللفت. أتوقع إنه بس ثواني أشوف لكم إياه، أتوقع إنه عندي جاهز بلاش ما نضيع وقت. عشان نكمل. طيب لو بدي أعمل باوندري أجي لفوق. انزل بهذا الارتفاع والعرض عندي راح يكون 120 اللي هو نفس الطب. طيب كيف راح ابلش فيها؟ من خط السنتر هون راح ابعد اول اشي 20، طالع فوق 21 عشان أرسم الأسطوانة من تحت اللي هي الصغيرة. طيب عشان نصير أسرع مثلا لأنه صارت الأمور واضحة، فمثلا لو بدي أعمل هيدن ما أستنى أحدد مباشرة أو ما أنسى مثلا للمنتصف راح أروح 9 راح أنزل راح أعمل أوفست 18، وهي طبعا هي عبارة عن التجويف اللي داخل الأسطوانة. لهذا الارتفاع راح تكون 2. هي الحفة من تحت هاي ليش بنرسم هنا؟
تمام، هيك رسمت الحفة من تحت والأسطوانة. شو بعدين لازم؟ ما هو أصلا على نفس خط السنتر هون، بقدر إني أرفع لفوق، ولو نزلت أنا 30 راح أقدر أرسم اللي هي الدائرة من فوق. هي أول دائرة، وعندي أصلا دائرة أصغر منها، الراديوس إنها 15. طب زي ما حكيت لكم أصلا برضه هون شو كانت عبارة أصلا الخطوط عن شو؟ عن مماس. بمسك من هون، بلغي الأورتو، بختار شيفت وكليك يمين وثانية الجهة الثانية. طيب بلغي الخط، شايفين هسه من هون لو أنا عملت إسقاط للخط بقدر أعرف كم من هون المماس واصل. شايفين كيف؟ هذا اللي كنت أحكي عنه، من المماس اللي أنا قاعد بطلع عليه ما بعرف أنا كم بالضبط طوله، لأنه مش محدد بالرسم، بس مثلا من الإسقاط قدرت أعرف. هاي تقريبا ممكن فائدة الإسقاطات، غير هيك يعني تقريبا ما إلها داعي، يعني بتكون إسقاطات عادي أصلا. أنت بتكون يعني أبعاد موجودة معك، أنا بعمل إسقاط لما ما يكون معي بعد، أو عشان أتأكد إنه مثلا لازم هاي الدائرة يجي الهيدن إلها على نفس السنتر أو على نفس المكان هون، بس هي هاي فكرة الإسقاط اللي عندي عشان تتأكد. طيب شو ظل عندي؟ ظل عندي اللي هو الجزء اللي موجود هون، كيف راح أرسمه؟ عندي للسنتر 45، مثلا هون السنتر طبق مع السنتر هون. طيب من السنتر راح انزل 20 وارسم اللي هي الدائرة على شكل، مش 20، على شكل مستطيل. طيب عندنا هون هيك، هذا الخط لو رفعناه لفوق بنعمل له اوفست وستة. طيب كيف بدي اعرف لوين انا التانجنت واصل؟ زي ما حكينا برضو اسقاط، اسقاط من هون ووصل لهون، نمحي الاجزاء هيك، لأن أصلا الخط هو داخل بالدائرة، يعني هو جاي تانجنت بس أنا ما كنت بعرف كم بالطول فجبت الإسقاط منه. هنا فوق أنا أصلا ما عندي هاي الخطوط، مش موجود. طيب عندي شو كمان؟ الهيدن،
المنتصف بعمل له اوفست 16 مقدار كيلومتر. طيب ضل اشي هيك عندي ناقص هاي الدائرة اصلا تكمل إلها هون، هذا الجزء اللي من تحت راح تكون مخفية. تكون مخفية من حد السنتر من هون. عند هذا الجزء. طيب هسه أنا كيف بدي أعمل هذا الجزء اللي هو عبارة عن جزء هيدن؟ شو ممكن؟ أول إشي بدي أحدد أنا أصلاً التانجنت لوين واصل. فالتانجنت هو بالأصل لهون، فكل إشي تحت هذا التانجنت ما راح يكون مبين أصلاً علي، راح يكون يعني من الخلف. شو بسوي؟ راح أعمل تريم لهاي الدائرة. حددت أنا خط وراح أرسم دائرة راح تكون هيدن هاي الدائرة بنفس الراديوس، وراح أمحي الأجزاء اللي من فوق وبشيل هذا الخط هيك، لأن الجزء الخلفي عندي أصلا مش مبين اللي هو من هون. هذا الجزء أنا أصلا من هون مش شايفه، فكل هذا الجزء راح يكون عندي هدا. هاي هون ليش رسمنا الدائرة هيك؟ عشان هيك بينت عندي مستطيل مثلا اللي هو بالنسبة لهذا الجزء. وهون لأنها شايفين لوين داخلة، إن عاملة تانجنت وعالي أصلا وصل لأعلى من منتصف لأعلى من الرياديوس. تمام هيك مثلا مساقطها بتكون خلصت. بس في شغلة واحدة هون قلنا بدنا نعرفهم من الإسقاطات، عملنا إسقاط هون. فاهمين علي هون انا شو قاعد بعمل؟ الاشي اللي حكيت لكم عنه انه بدي اخذ اسقاطات اللي بتطلع عليهم من التوب، بس بفرجيك اياهم كيف على 3 دي راح يبينوا. بس راح يكون إشي يعني قليل. بعد هيك بقدر أمحي مثلا هاي الإسقاطات، بس أنا عملتها لحتى أشوف كم يكونوا داخلين. ليش؟ هون لما أجي أطلع على التوب من الفرونت شوفوا كيف راح يبين معي هيك، يعني هاي داخل شوي
هذا هو الشكل اللي بيظهر عندي. هاي اللي من تحت أنا عملتها هيدر، هون التانجنت حسب حدودها كم واصلة جبتهم من التانجنت. طيب هيك في إشي مش واضح، في إشي حابين تسألوا عنه؟ هاي بالنسبة للمساقط لهون تمام. في حد عنده سؤال؟ في إشي مش واضح؟ هي يعني تقريبا فيها أفكار كثيرة بس كانت حلوة، باقي الرسمات التانجنت فيها قليل يعني. طيب بما إنه بدنا نحكي عن بدنا نحكي عن السكشن يعني مش هتنسى. أنا بس قصدي كنت بدي أعيد عشان إذا في حد عنده مشكلة بالمساقط يعني، لأن أصلا السكشن بيعتمد على استنتاج المسقط. طيب لو بدي أخذ أنا مسقط لهاي الرسمة مثلا، شوفوا هسا أول إشي الخط بكون محدد لك إياه، وغالبا يعني تقريبا بياخذوا بالسنتر يعني عشان ما يكون أصعب، بياخذوا بالسنتر زي ما هو معمول هون اللي هو خط AA إذا شايفينه، وبكون محدد لك سهم. هذا السهم شو بيعني؟ انه انا لما اقص راح اشيل الجزء اللي راح اشيل الجزء اللي قريب علي واصير اشوف باتجاه الفرونت، يعني انا قاعد بتطلع باتجاه السهم، يعني لو كان السهم لجهتي انا قاعد بتطلع من الجهة الثانية. هاي اول نقطة. وشو معنى السكشن؟ اني انا بعمل قطع زي كأني بمسك مثلا سكينة وقاعد بقص الشكل، وبس اخلص راح اشيل هذا الجزء اللي انا قصيته وأصير أطلع عليه مرة ثانية من الفرونت. فعشان هيك بالامتحان بيجي بيحكي لك إنه أرسم لي سكشنال فيو مثلا من الفرونت. طيب شو راح يختلف هون؟ بس مبدئيا السكشن هو يعني هو نفسه نفس رسمة الفرونت غالبا بكون، بس بصير عليه تعديلات. شو التعديلات اللي بدها تصير؟ طيب التعديلات اللي بتصير انه خطوط الهيدن بتصير واضحة بالنسبة لي. ليش؟ لو نرجع هون للشكل واتخيل اني انا قصيت هون تمام، هاي انا قصيتها، فهذا الجزء اصلا اللي انا رسمته هيدن رسمت حده هون وحده من هون، هون هاي الدائرة أنا رسمت حدها هون وحدها من فوق هيدن، راح تصير واضحة عندي وراح يصير أصلا مستطيل مش هيك. فأول إشي راح أعمله هاي الخطوط بتصير عبارة عن خطوط هيدن، خطوط سوليد تصير هيك، إنه أنا صرت شايف شو في جوا. طيب شو في كمان؟ أصلا كان عندي خطوط هيدن راح تصير واضحة برضو الخطوط اللي من تحت اللي هو التجويف اللي كان بالدائرة من تحت، هاي الخطوط راح تحول لخطوط سوليد. ليش؟ لأنه أنا قصيت وصرت قاعد بشوف الجزء من هون، هذا الجزء أنا قصيته، قصيت من النص وشلت يعني الجزء من تقريبا هيك. لو رسمنا خط لهون شايفين هيك، هاي معنى القص. أنا قصيت هذا الجزء مثلا صرت أطلع من هون، شوفوا كيف صار عندي تجويف، صار أنا واضح علي أنا يعني قصيته وشلت الجزء
وأنا هسه هيك قاعد بطلع، مثلا لو عملنا هون أوضح لكم إياه أكثر. بشيل هذا الجزء برضه هيك، هاي معنى السكشن. إن أنا قصيت، شايفين شو صرت أشوف؟ هذا الجزء كله قصيته وشلته، وقاعد بتطلع أنا من الفرونت وبدي أرسم شو بدي أشوف. بشوفوا هذا التجويف أصلاً اللي كان عندي هدم صار خلص واضح هيه وإلى حدود، طبعاً أنا قاعد بتطلع عليه هيك، شايفين ببين عندي زي المستطيل هيك. أنا قاعد أشوف الرسم هسه، طبعاً يعني وهاي إلها قص راح يكون يعني. لما أرجع لهون الخطوط هاي عندي صارت سوليد. طيب شو كمان اختلف؟ الحفة اللي كانت داخلة عندي لجوا راحت، صارت بس حدها لهون. طيب هذا أنا كيف بدي أعرفه مثلا وأنا مش قاعد ببص على الأوتوكاد؟ الفكرة بالتخيل، إنه خلص ما هي الحفة كلها راحت، فصار حدها بيوقف لعند الدائرة أصلا، لأنه أنا اللي رسمته للداخل هو كان عبارة عن تانجنت، بس هسه نص الدائرة اللي فيه تانجنت راح، ما في داعي إني أرسمه. طيب ظل عندي خطوط هيدن أنا؟ لا، بس كل إشي صار واضح بالنسبة إلي. هذا هو السكشن، شايفين كيف أخذ السكشن؟ طيب شو في عندي كمان بروح هذا الخط؟ هذا الخط ما راح يكون موجود لأن أصلاً كان هو عبارة عن تانجنت برضه. هيك بتصير الرسمة. واضح أنا شو قاعد بحكي ولا مش متخيلين الموضوع معي؟ طبعا أنا بحكي عن هذا الجزء هون، كان هو هذا التانجنت، بس لما أنا قصيته راح صرت أشوف الرسم، راح صرت أشوف الجزء هذا ده. يعني لو ممكن نحذفه فرجيكم كيف بالضبط. شايفين أنا هيك صرت أشوف، عملت قص للشكل صرت أشوفه هيك، صار عندي هذا الجزء وهذا الجزء وهذا اللي كان هيدن صار سوليد. طبعا هاي الأجزاء هي مش كلها راح تروح يعني بالقص، راح يظل في جزء الخلف راح يكون هون في اللي هو هاي الحفة، وهون من تحت، وهذا الجزء اللي أنا حولته لسوليد، وهذا الجزء راح يكون نفسه. يعني الفكرة إنه أنا لما أرسم مسقط أنا قادر أرسم سكشن، لكن بدي أعمل عليه تعديل. الأشياء الهيدن بدي أحولها لسوليد بالأغلب كلها يعني أصلا لازم تبين، وإذا في أشياء ممكن زيادة ممكن إنها تنشطب، زي أنا مثلا شلت هون لأنه كان تانجنت وراح، وهون كان تانجنت وراح أصلا بالقص. هيك أنا صار عندي شكل السكشن يعني، ومن هون أنا قدرت أتخيل هيك. لهون الأمور في حل كثير يعني لا يعني نشأت ما في أي خط هدف، السكشن ما بصير يكون في أي خط هدف لأنه أنا قاعد برسم بالمكان اللي قصيت فيه بالضبط. تمام، إن شاء الله أنا هيك يعني تكون وضحت فكرة السكشن، وضحت. أو إذا في عندكم سؤال، في عندكم سكشن شفتوه صعب مثلا، أو إذا أنا كنت سريع احكوا لي برضه ممكن إني أعيد. إذا وضحت الفكرة بصفي إنه بس ضل نعمل هاتش يعني، ما بكون أصلا ضل في إشي للسكشن، بس بفرجيك شو الأجزاء اللي راح نعملها. طيب إذا يعني إذا هيك أموركم تمام، طيب بضل شو بدنا نعمل هاتش. لما أنا إجيت قصيت شو، فبدي أشوف وين أنا كل مكان لمسته بالرسمة وقصيته راح أعمل عليه هاتش.
طيب في حد كتب نرسم مساق دعوهم للسكشن، بصير زي ما أنا عملت مثلا، عادي إنه بترسم مسقط وبتحوله سكشن، بصير صح. عادي حكيت لك هي نفس الفكرة، بس إنه بده يصير عليها تعديل. طيب فبدي أجي شو الأجزاء اللي صار عليها قص؟ بدي أختار هاتش، وبختار اللي هو الـ ANS هذا، اللي هو أو مش شرط يعني نوعه، بس إنه هذا راح يكون مباشرة مبين معكم بعد ما تكبسوا على هاتش. أول نوع اللي هو خطوط مايلة بزاوية 60، راح أكبس عليها وراح أصير أشوف. مثلا خلينا نبلش بهذا الجزء، هذا الجزء تهشر، مريت عليه، لأنه هذا الجزء لا، لأنه عبارة كان عن تجويف وصار ظاهر عندي بس ما لمسه أصلا القطع. هون صار في قطع، هون صار في، أكيد اللي هاي الحفل من تحت، هون في، هون أكيد في، لأن القطع كان جاي بالنص راح يلمس كل الجزء هذا، لأن أصلا هذا ممتد. طيب باجي لهون، هون في قطع لا، لأنه كان أصلا عبارة عن تجويف وهسه صار مبين عندي، بس هو أصلا فاضي يعني ما لمس القطع. فوق كان في. طيب بضل عندي هذا الجزء، بس هذا الجزء بيختلف، فيه اختلاف واحد هو اللي هو يعتبر العصب، يمكن حكوا لكم عنه. شو هو العصب بالضبط؟ هو أي جزء بيربط جزئين من الرسمة، أو يعني بيكملها، يعني الرسمة ثابتة فيه، يعني لو ما كان موجود الرسمة مثلا ما بتكون ثابتة. فهذا الجزء بالأغلب بكون 12 أو 10 مثلا سماكته، بتكون سماكته صغيرة، وبكون بربط جزئين من الرسمة بالأغلب، فهذا ما بتهشر، هذا ما بصير أهشره أبدا، اللي هو الجزء هذا بالرسمة بكون هون، ما بقدر أنا أصلا أهشره وأعمل فيه قطع، لأنه سماكته كثير صغيرة ما بتتحمل إنه يصير فيه قطع. تمام، اللي هو يعني 12 أو 10 وأصغر يعتبر عصب ولا يهشر هذا الجزء، فما بهشره. شو بضل عندي؟ هون أصلاً هاي تجويف، بضل عندي الدائرة، بس الدائرة كبيرة سماكتها 24، وهي تقريباً ما لها علاقة بالعصب فبتتهشر. راح أعمل هاتش وبختار النوع من هون وبكبس على الدائرة ويعمل لي إلها هاتش، بطلع من الأمر. طيب مرات مثلا بتكون رسمة صغيرة أو الرسمة كبيرة، فخطوط الهاتش ما بتكون واضحة، يعني مثلا لو حكينا هيك، شوف الخطوط مثلا جيت أنا رسمت والخطوط كبيرة، فلما أجي أختار الهاتش بس أحدده بكون هون في عندي رقم اللي هو بيعبر عن السكيل للهاتش، فإما بصغره أو بكبره عشان يناسب الرسمة. مثلا هون لما كان واحد كان مناسب، بس لو كان أكبر أو كان أصغر حسب الرسمة أنا بعدله. هاي هيك أنا حددت الأجزاء اللي صار فيها قطع واللي لمسها القطع يعني وهشرتها، بس هذا هو، هاي هي يعني فكرة السكشن كامل، إنه أحول المسقط الأشياء الهيدن صرت أشوفها، وبدي أشوف وين صار في قطع عشان أعمل له هاتش. بس هيك، واضح السكشن؟ في أي سؤال عليه؟ بدكم مثلا تشوفوا سكشن لأي شيء، أو بدكم أشير لكم سكشن ثاني؟ هون اللفت يعني صعب يصير في قطع، لأنه القطع دائما يعني بيحاولوا يجيبوه إنه كيف يقطع كامل الرسمة عشان تبين الأجزاء، بس مثلا القطع باللفت صعب، لأنه شوف يعني راح يقطع إشي وإشي ثاني ما ينقطع هيك، فراح يعني بيختلف. هون المسقط مثلا يعني حول اللفت صعب إنه يجيبوا لكم إياه، لأنه المسقط كامل راح يختلف، لأنه يعني تعريف السكشن بالضبط أنا برسم شو الأشياء اللي قصيت عندها.
مثلا هنا القطع كان على كامل الرسمة، بالأغلب لازم يكون السكشن على كامل الرسمة، فبالليفت ما أتوقع إنه بيزبط إنه يكون في قطع، لأنه ما راح يظهر كامل الأجزاء. وصلت كيف؟ بس مثلا فلنفترض انه افرجيكو عن البرود، لو زي ما حكيت انه في قطع، افرجيك انا وين القطع اللي بدي اختاره. هاي شايف نشأت مثلا، أنا بعثت على جروب مثلا لو قطع كان باللفت مثلا، حدد لك إنه هون راح يكون. فشوف هسا الأجزاء، كل الأجزاء يعني مثلا أنا قطعت صرت قاعد بطلع من اللفت، كل الأجزاء اللي شلتها راح تروح. فمثلا هون هذا الجزء راح يختفي كامل، القاعدة طبعا راح تظل، بس مثلا الأسطوانة هاي الأشياء هون، كل هاي الأشياء راح تختفي. شايف؟ عشان هيك أنا بقول لك السكشن راح يختلف، وصعب إنه يجيبوه يعني باللفت، بالأغلب بطلبوه بالفرونت عشان إنه يبين كامل الأجزاء. فهيك مثلا راح تصير. طبعا هيك هاي تكون المنطقة اللي راح تتهشر، هاي وهاي والدائرة كاملة بس ما عدا التجويف مثلا. هيك لو بدك باللفت مثلا كفكرة. ايه وصلت؟ هاي لو عملت قطع باللفت مثلا زي ما انت بدك، بس قلت لك صعب لانه شايف اغلب ملامح الرسمة راحت يعني. تمام. ايه لهون ان شاء الله هيك بنكون خلصنا. ايه الله يعطيكم العافية، وإذا في عندكم أي سؤال بتقدروا تبعثوه على الجروب، إذا في عندكم رسم أو سؤال أو أي إشي، إما بتبعثوا لي أو بتبعثوا على الجروب، وإن شاء الله ما بنقصر معكم. ويعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية حمد، ما قصرت. الله الله يعافيك. يعطيك العافية مهندس، ما الله قصرت. يعافيكم. بكرة بتعطينا 3D؟ أمالي؟ بقول بكرة بتعطينا 3D؟ إن شاء الله. إن شاء الله كان خير. اليوم شرحنا 2D ومساقط وسكشن، وبكرة 3D إن شاء الله. خلاص إن شاء الله خير. مهندس تفضل. بس انا مش سامعك. ارسم مساقط اول ايش؟ ثمانية برسم مساقط بدي احول عندي 6.